طبعا على كده تقدر ان السيرفس مولكيولز مختلفين ليه؟ لان الشد عليهم على الجناب والجوه بس مفيش شد من فوق. طب ده يؤدي الى ظاهرتين. ايه الظاهرتين دول يا ترى؟ الظاهره الاولى ان اي نقطه من السائل بتاخد شكل كره. لو عمل كده عندي درافه حاجه بتنزل نقط تلاقي ان الدراف دايما واخده شكل كره مش متعودين. ايه السبب في كده؟ ان المولكيولز اللي على السيرفس عاوزه تخش لجوه لان في شد عليها من جوه ومفيش شد من بره. وبالتالي فاينالي احنا عاوزين نعمل ايه؟ نصغر السيرفس عشان ايه التنشن على السيرفس لازم نعمل ايه؟ نصغر السيرفس ايه. ما هو اصغر سيرفس اريا بالنسبه للحجم؟ الشكل الكروي. الشكل الكروي. وده السبب ان نقطه السائل بتاخد شكل كروي لان ده بيصغر السيرفس اريا على قدر الامكان. اقل سيرفس اريا بالنسبه للحجم هو شكل الكروي. الحاجه الثانيه نتيجه التكاتف ده اللي هو بين المولكيول على السيرفس. لو جبنا موس تعرفوا المواس القديمه ما بتتعملش دلوقتي شيبنج ليه؟ وحطيناه على سطح الميه هنعيقهم على سطح الميه. طبعا المفروض ان الشيبنج بليد ده يعوم ولا ما يعومش؟ المفروض ما يعومش ليه؟ عشان الدنسيتي بتاعته الكثافه بتاعته اعلى من الميه. احنا عارفين حاجه بتكون كثافتها اعلى من الميه تبقى اخف من الميه تقوم. يعني الدهون عموما عليها بتقوم على وش الميه ليه؟ كثافه الدهون اقل من كثافه الماء. اوكي؟ انما الحديد طبعا شبه بليد ده معظمه موجود مكون من حديد، الحديد طبعا الدنسيتي بتاعته صفر جرافيتي الكثافه النوعيه بتاعته عاليه المفروض انه يقع في الميه ومع ذلك بيقوم على وش الميه. ازاي بقى كده؟ نتيجه السيرفس هي الكبيره اللي هي البليد بيتعرض ليها على الميه هذا السيرفس هي طبعا ممكن يشيل الحديد بالرغم ان هو اتقل من الميه. طبعا لو حطيت الموس كده يقع ولا ما يقعش؟ كده يقع. ليه؟ اشمعنى ما احطه كده يا هو؟ لان كده السيرفس اريا كبيره والسيرفس اريا هي اللي بتحدد فاينلي التنشن اللي هيقدر يشيله. لو احطه كده عمودي لا لان هيقع لان السيرفس اريا صغيره. اوكي؟ طيب ايه اهميه السيرفس تنشن بقى بالنسبه لنا؟ خلينا نشوف كده ابلكيشن. احنا قلنا الزيت اخف من الميه، الدهون عموما اخف من الميه. لو جبت انا كده تيست تيوب زي اللي بستعملها في المعمل ومليتها ميه وحطيت عليها نقطه زيت هلاقي طبعا الزيت عليه معلش. طيب لو رد جامد يحصل ايه؟ يتكسر نقطه الزيت الى نقاط صغيره سمول دروبلتس. ها؟ ايه اللي كسرها؟ الميكانيكال انرجي اللي انا اديتها. انا اديت ميكانيكال انرجي لعمليه الرد ودي بتكسر الاويل دروب انتو دروبلتس. دروبلتس بالشكل ده وده انتشر في الميه وده اللي بنسميه ايمالشن. طيب سؤال هل الايمالشن ده ستيبل ولا ان ستيبل؟ يعني ايه ستيبل ولا ان ستيبل؟ اولا ستيبل يعني ثابت، ان ستيبل غير ثابت. ايه المقصود؟ ثابت يعني يفضل زي ما هو كده ما يغيرلوش حاجه بمرور الزمن يظل كما هو. وغير ثابت يعني ايه؟ يعني يرجع يفوق. يعني ايه فوق؟ يعني الميه لوحدها والزيت لوحده. يعني يرجع كما كان نقطه زيت على الوش وبقيه الميه لتحت. اوكي؟ طب ايه اللي هيحصل؟ بقول تاني اما سيبه if I leave it to stand يعني اسيبه كده لوحده شويه يرجع نقطه زيت تتجمع مع بعضها وتعمل لي نقطه واحده على السيرفس. اوكي؟ ايه السبب؟ ليه نقطه زيت بتتجمع مع بعضها؟ السبب اللي انا قلته من شويه to decrease the surface area. To decrease the surface area ليه؟ ايه العلاقه؟ ها؟ السيرفس اريا يا ترى بتاعت الاويل دروب دي قد السيرفس اريا بتاعت الدروبلتس الصغيره؟ لا، الدروبلتس الصغيره اكثر بكثير. كل ما جزئنا حاجه تجزيء دقيق كلما زادت السيرفس اريا. ها؟ وده السبب ان الاويل دروبلتس هنا لهم تندنسي تو كوميس توجذر، كوميس توجذر يعني يتجمعوا مع بعض ويعملوا لي وان دروب ان ذا سيرفس. لان ده زي ما بقول بيقلل السيرفس اريا وبالتالي بيقلل السيرفس تنشن. ودايما احنا عارفين اي سيستم بيحاول ياخد ايه اقل مستوى من الطاقه. اقل مستوى من الطاقه يعني عاوزين نقلل السيرفس تنشن يبقى بالتالي لازم نقلل السيرفس اريا وده اللي بيخليهم يتجمعوا مع بعض. وتجمعهم مع بعض يعني كل نقطتين يقربوا من بعض.
كل النيتروجين صغيرين من الاويل، دي نقطة اويل ودي نقطة اويل صغيرين، أي نقطتين يقربوا من بعض بقول بيتجمعوا يعملوا لي نقطة واحدة. أكبر من حاجة ولكن من ناحية مساحة السطح إيه؟ أقل. إيه الفورس اللي إحنا سمعنا عنها قبل كده اللي بتخليهم يتجمعوا؟ هيدروفوبيك انتراكشن، بالظبط ده اللي إحنا قلناه في الهيدروفوبيك انتراكشن. قلنا هل الأساس، نرجع بقى اللي قلناه في أول سنة، هل الأساس في الهيدروفوبيك انتراكشنز إن في تجاذب بينهم؟ لا، الأساس إن المية بتقوم على بعض. ليه المية بتقوم على بعض ليه؟ لأن وجود نقطتين بيكسروا مور هيدروجين بونز في المية نتيجة السيرفيس أريا كبير، كده؟ ما يتحولوا لنقطة مية واحد، نقطة أويل لوحدها، ها؟ يبقى كده تكسير الهيدروجين بونز اللي في المية بقى أقل. أوكي؟ فده بيديني مور ستابيليتي أوف ذا سيستم، إنه وصل إلى اللور رينين ريفر. ليه؟ لأن المية كلها خلاص كده متجمعة مع بعضها على قدر الإمكان. فهمنا بقى دي؟ فهمتنا أكتر إيه هما الهيدروفوبيك إنتراكشنز. قلنا إن هو أساساً مش تجاذب بين الحاجات اللي ما عليهاش شحنات، إنما هو أساساً إن المية اللي حواليهم بتلقوهم على بعض. ليه بتلقوهم؟ عشان تمسك مع نفسها بمقدار أحسن. ها؟ يبقى في كده مور هيدروجين بونز، الوضع ده في مور هيدروجين بونز بتوين واتر موليكيولز. الوضع ده لما وزعت زيت في وسط الميه بقى there are less hydrogen bonds between water molecules. فاذا احنا دايما عاوزين نوصل للور انرجي ليفل يبقى الزيت بينفصل عن الميه. اوكي؟ طيب وبالتالي بقول الايمرشن اللي اتكون هنا بسميه انستيبل غير ثابت. ليه؟ لانه بيفك لوحده. مجرد اسيبه كده يفك. اروك بديله انرجي يتكون، اسيبه يرجع يفك تاني. طيب يعني لو حطينا يا ترى على الميه اللي احنا حطينا عليها الزيت من الاول، حطينا عليها كمان سوب. سوب احنا عارفين عباره عن ايه؟ ده الصابون. والصابون قلنا كيميكالي عباره عن ايه؟ املاح اللونج شين فاتي اسيدز. الالكالي سولت الاملاح الحلويه للايه؟ لللونج شين فاتي اسيدز. يعني ايه الحلويه؟ يعني صوديوم سولت، بوتاسيوم سولت. ها؟ طيب ايه من مميزات الصوب؟ زي ما قلنا كده ان هو ايه؟ امفيباتيك. ها؟ او امفيباتيك. امفيباتيك امفيباتيك يعني ايه؟ يعني له جزء نان بورر وجزء بورر. جزء منه نان بورر وجزء بورر. الجزء البورر يمثله ايه؟ الكربوكسيل جروب بتاعت الفاتي اسيد بعد ما يحصل لها ايونيزيشن وتفك من الصوديوم او البوتاسيوم فوق. اوكي؟ والجزء الهيدروفوبيك اللي هو ما بيحبش الميه اللي هو ما عندوش شحنات نون بولر وهيدروفوبيك بيمثلوا ايه؟ ذا هيدروكربون تشين اوف ذا فاتي اسيد. زي ما قلنا الفاتي اسيد عباره عن سي اتش 3 في الاول وبعدين عدد ما من السي اتش 2 جروبس، عدد كبير. ليه كبير؟ عشان يبقى عندي لونج، عندي حته كبيره هيدروفوبيك. وفي الاخر في كربوكسيل ده الفاتي اسيد. نحول الكربوكسيل الى بوتاسيوم او صوديوم بقى صوب. اوكي؟ طب ليه الفاتي اسيد نفسه ما يعملش كده؟ ليه الصوب يعمل كده والفاتي اسيد لا؟ لا الفاتي اسيد مش هيدروفوبيك كله يعني. في جزء منه هيدروفيلك اللي هو بتاع الكربوكسيل جروب. ولكن احنا قلنا الايونيزيشن بتاع الكربوكسيل جروب ضعيف ولا قوي؟ ضعيف. ده يعتبر حامض ضعيف. بالاخص مع لونج تشين بتبقى اضعف كمان الكربوكسيل جروب. يبقى تعيونها اضعف. ها؟ انما لما احولها الى صوديوم وبوتاسيوم سولت تعيونها يزيد. وانا السبب اشمعنى ليه صوديوم وبوتاسيوم سولت بيزيد التعيين؟ لان الصوديوم والبوتاسيوم احنا عارفين في الاوتر شيل في عندي الاس ليفل، ها؟ في 1 الكترون بس وده سهل جدا انه يفقده وبالتالي يعمل هو على نفسه بوزيتيف شارج واللي خد الالكترون يبقى عليه نيجاتيف شارج. ده بقى ينطبق على الهايدروجين. هايدروجين نفس التندسي بس اقل بكثير. ليه اقل بكثير؟ لان الالكترون بتاع الهيدروجين جنب النيوكليس على طول، ما فيش منهم اي حاجه تحجز شلل. اذا النيوكليس بتاع الهيدروجين بتشد الالكترون جامد، ما تخلوش يفك منها بسهوله. انها بتاعت الصوديوم يفك بسهوله، وبتاعت البوتاسيوم يفك بسهوله برضه. مين اسهل، الصوديوم ولا البوتاسيوم؟ ها؟ البوتاسيوم ليه؟ ايوه لان الشيلينج بتاع النيوكليس اكتر، لان في الكترونز اكتر بينهم. ها؟ في الكترونز اكتر بينهم. وبالتالي الالكترون الخارجي ده بتاع الاس ليفل في البوتاسيوم
بوتاسيوم سهل جدا يخرج، اسهل من الصوديوم. اوكي؟ المهم ان فاينالي احنا بنمثل الثوب بالشكل ده، كنا قلنا في اول السنه. خط ودايره. الخط اللي احنا بنسميه تيل وده هيدروفوبيك او ليكوفيليك، ليكوفيليك يعني بيحب الدهون. ليه؟ لانه نان بولر. او ممكن اقول عليه نان بولر، ممكن اقول عليه هيدروفوبيك، ممكن اقول عليه ليكوفيليك يعني بيحب. والهاد دي تمثل ايه؟ دي الكاربوكسيل جروب اللي عليها نيجاتيف تشارج. ايوه دي هيدروفيليك لان عليها نيجاتيف تشارج قوي. اوكي؟ طيب اشمعنى بقى في وجود الصوت حصل هذا الكلام؟ والايموشن اللي اتكون بدل ما كان انستيبل لو مفيش صوت اصبح ستيبل في وجود الصوت يا ترى؟ لان لو بص على اويل دروبلت زي الاويل دروبلت اللي شايفينها احنا فوق دي، انا قلت اي اثنين اويل دروبلت على طول يجمعوا مع بعض، قلنا ايه؟ تو ديكريس ذا سيرفيس اريا عشان نقلل السيرفيس اريا. ولكن في وجود الصوت يحصل ايه؟ الدروبلتس اللي بقول عليها دي الصوت يرتب نفسه حواليه. الصوت مولكيولز يرتبوا نفسهم حوالين الاويل دروب بحيث ايه بقى يا ترى؟ الجزء الهيدروفوبيك الهيدروكربون تشين تروح ناحيه الاويل ولا ناحيه الميه؟ ناحيه الاويل طبعا، لان الاويل هيدروفوبيك يبقى الهيدروكربون تشين بتاع الصوت تروح ناحيه الاويل. في حين الكربوكسيل جروب اللي عليها شحنه سالبه تبقى اون ذا سيرفيس ليه؟ يعني راحت ناحيه الميه. وبالتالي هل التو بارتكلز دول من الصوت وحواليهم ايه؟ سوري من الاويل وحواليهم صوت. كل بارتكل من دول عباره عن اويل دروبلت وحواليها صوت مولكيولز مترتبين في هذا النظام. وهذا النظام يحصل اوتوماتيك على طول، يحصل على طول تجاذب بين الهيدروفوبيك هيدروكربون تشين بتاعت الصوت وبين الاويل. خشوا كده جواها. يبقى على السيرفس هنا في نيجاتيف تشارج. اوكي؟ هل بقى التو دروبلتس اوف اويل دول لهم نفس القابليه انهم يتحدوا مع بعض ويعملوا لي بيجر دروب ولا لا؟ لا طبعا. ليه؟ نتيجه التنافر بين ايه؟ الشحنات السالبه. يبقى انا عملت انا كوتنج غطيت الاويل دروبلتس بشحنات سالبه. وبالتالي ما اخترقتهم ان هم يتحدوا مع بعض، خلاص بالعكس يحصل بينهم تنافر مش تجاذب، ده يحصل لهم كمان تنافر وده السبب ان الايموشن هير بيكمز ستيبل. هل يا ترى الصوت هو الماده الوحيده اللي بتعمل كده؟ لا، في عندي مادتين مهمين جدا هندرسهم بالتفصيل اما ناخد الليفل كيمستري ان شاء الله، اللي هم الباي سولتس والفوسفو ليفل. هم الاثنين دول شبه الصوت في ايه يا ترى؟ ان فيهم جزء هيدروفوبيك وفيهم جزء هيدروفيليك. وبالتالي ينطبق عليهم نفس الكلام اللي هو على الصوت، لو حطيناهم في الميه وربينا الاويل معاهم يحصل كده ايموشن ستيبل. يعمل كده ستيبل ايموشن نتيجه الشحنات اللي موجوده على سطح الاويل دروبلتس دي بتحافظ على ايموشن ان ستيبل فورم. طب الكلام ده له اهميه بالنسبه لي يا ترى ولا ملوش اهميه؟ مهم جدا في هضم الدهون زي ما قلنا زمان. البايل سولتس، مين اللي بيعمل بايل سولتس؟ الكبد. ليه؟ عشان ايه؟ عشان تساعد على هضم الدهون. طب ازاي البايل سورس بتساعد على هضم الدهون؟ انها بتساعد على الايموسيفيكيشن. طب سؤال، ايه العلاقه بين الايموسيفيكيشن وبين هضم الدهون؟ ليه الايموسيفيكيشن يساعد في الهضم؟ يزود السيرفس اريا، لان هو الانزيم اللي هيشتغل على الدهون هيشتغل على السيرفس مش هيشتغل على جوه. لان الانزيم نفسه بيدوب في الميه. فلو انا عندي حاجه زي كده الوضع الاصلي ده وهنا الانزيم بتاعي هيلاقي في الميه وادي الاي دروب. السيرفس اوف كونتاكت بين الاثنين وقت الاتصال بين الاثنين صغير جدا، الحته الصغيره دي. انما بعد ما كسرت الاي انتو سمول دروبلتس وحافظت عليها في وجود الباي سورس الجايه من الكبد، بقى السيرفس اريا مجموع السيرفس اريا بتاعت الدروبلتس دي كبير جدا، يبقى الانزيم بيشتغل عليهم احسن. يبقى دي اهميه عمليه الايه؟ الايماسيفيكيشن. الايماسيفيكيشن يعني الفورميشن والمارشن، مين اللي بيساعد هنا بقى؟ باي سولز ممكن، فوسفوليبيد ممكن، سولز ممكن، وقلنا دي مهمه لعمليه الهضم. اوكي؟ يعني ايه ايمالشن؟ يعني ايه؟ ايمالشن اللي انا وصفته بالظبط، يعني عندي اويل متقسم متجزأ
عباره عن جسيمات صغيره متوزعه في المصنع. ها؟ بالعربي اسمه ايه يا ترى الايمانشن؟ اسمه مستحلب. مستحلب. طب ليه بيسموه مستحلب يا ترى؟ ليه بيسموه مستحلب؟ لانه عامل زي اللبن. ها؟ مستحلب جاي من حليب، حليب الهولندي. لانه شبه اللبن. هلاقي لونه ابيض. اما ارجع كده زيت في الميه هلاقي المحلول الناتج يبقى لونه ابيض. اوكي؟ طيب هنا بنقول ايه بقى؟ شوفوا التعبير ده. بنقول ان السورس والبايسورس والفوسفوليبيدز الثلاثه بيعملوا لورينج اوف ذا فوسفاتيشن. يعني بيقللوا ذا فوسفاتيشن. ها؟ ازاي بيقللوا ذا فوسفاتيشن؟ بانهم عملوا بقى لينك بين الاويل وبين الميه. في عدم وجود هذه السورس مونيكيول حوالين الاويل دروبليت يبقى في هاي تنشن بين الايه؟ بين الاويل وبين الميه. ليه؟ الاويل هيدروفوبيك بشده والميه هيدروفيلك، خلاص مفيش انتقاء بينهم. انما كده انا عملت بريدج بينهم، عملت كوبري بينهم، عملت واصله بينهم. ايه الكوبري ده؟ هو السوب او الفوسفوليبيد او الايسوس. اي من دول بحيث ان هو بقى ايه؟ امفيباثيك في حته فوره حته منفوره، فعملت واصله بين الاثنين. الوصله اللي اتكونت دي هي اللي بقول عليها بتغطي السيرفس تنشن وبالتالي بتساعد على الايمانسيفيكيشن. لما كده في الايماسيفيكيشن المفروض احنا حولنا الاويل كله لدروبلتس صغيره. كويس. لما كده السيرفس اريا زادت يبقى المفروض السيرفس تنشن يزيد. عظيم، بس لو كانت مفيش ايه؟ فايل سولز ولا فوسفوليبيد ولا سولز. ما احنا حطينا المفروض ان هي فايل سولز. هي السيرفس اريا زادت ولكن في نفس الوقت حطيتي حواليه ايه؟ نت تشارج. فاذا الامور اختلفت. ها؟ ايوه طبعا السيرفس اريا زادت وانا عاوز ازودها بقول عشان ايه؟ لايفيت ديزاين يقدر الظهور. انا عاوز ازود السيرفس اريا. بس انا ما عنديش مشكله ليه؟ لان انا حطيت وصله بينهم. ما كانش اويل وكسرت السيرفس اريا وسكت، لا. حطيت بينهم وصله وبالتالي اي لور ذا سيرفس تنشن اند الاوت ذا ايمولشن تو بي ستيبل، يعني يظل الايمولشن ثابت وما يفوقش تاني. وده بيساعد بقى بالتالي على هارد فايند. اوكي، ننتقل الى صفه اخرى لازم نعرفها وهي لها علاقة بالحكاية اللي فاتت على طول اللي هي هيدروتروفين. هيدروتروفين. ولا نعرف معنى كلمة هيدروتروفين. إيه ترجمة معنى هذه الكلمة؟ هيدرو يعني إيه؟ إحنا عارفين يعني مية. فإيه كده الهيدروتروفين الأول بالعربي وبعدين نترجمه؟ هي تحويل المادة من إنها لا تدوب في الماء إلى إنها تدوب في الماء بدون تغيير كيميائي، والمهم قوي حكايه بدون تغيير كيميائي. والا ما نقدرش نسميها هيدروتروفي. لان لو غيرنا كيميائيا بقت ماده ثانيه. انما انا عندي ماده اساسا ما بتدورش في الميه وبدون اي تغيير كيميائي حولتها الى ماده تدوب في الماء. والمثال عندنا اللي فات على طول ان الدهون ما بتدوبش في الميه، الاويل ما بتدوبش في الميه. ازاي احول الدهن الاويل مثلا الزيت الى ماده تدوب في الماء باضافه الحاجات اللي بتعطي السيرفيس تنشن. وقلنا عندنا ثلاث امثله سورس فوسفوليبيد باي سورس. الثلاثه دول ازاي بيوطوا السيرفيس تنشن؟ بان هم فيهم هيدروفوبيك بارت وهيدروفيلك بارت. فيهم هيدروفوبيك بارت حاجه ما بتحبش الميه وهيدروفيلك بارت حاجه بتحب الميه. واقفين كده وايه؟ ده هو الهيدروفوبيك. يبقى نقولها تاني ايه الهيدروتروفي؟ The ability of a substance to convert water insoluble substances into water soluble. مقدرة المادة على تحويل مادة لا تدوب في الماء إلى أنها تدوب في الماء. بس لازم أضيف عليها إيه؟ Without chemical change. يعني هندي مثال، طبعا المثال التيبيكال اللي احنا قلناه بالنسبة للأورس. وغوط أي حاجة من الثلاثة اللي قلناهم بتخليه ستيبل ايمانشن يبقى دي عمليه هيدروتروفي. وحصلت ازاي دي؟ باي لور اوف سيرف ستنشن. وليه بيحصل لور اوف سيرف ستنشن؟ عشان الماده اللي بتعمل هيدروتروفي فيها جزء بولر وجزء انفي باثو. اوكي؟ طب لو انا جبت فاتي اسيد، الفاتي اسيد يا ترى يدوب في الميه ولا لا؟ ما يدوبش في الميه. طب لو حطيت له الكالي يتحول لايه؟ صوت مش كده؟ طيب والصوف ممكن يدوب في الميه يعمل مايسل زي ما قلنا في اول السنه يعمل مايسل.
عشان في كيميكال تشينج. برافو عليك. حيث ان حصل كيميكال تشينج ده ما بقاش فاتي اسيد، ده تحول الى ايه؟ الى صوم، ده بقى ماده ثانيه. ها؟ وبالتالي ده لا يعتبر هيدروليك، لازم يكون without chemical change. ها؟ وقلنا اهم امثله مغفره الصوم والفوسفوليبيد وباي سورس تو ايمارسيفاي فاتس اند اويلز. اوكي، ننتقل الى صفه اخرى من صفات السوائل اللي هي فيسكوزيتي. فيسكوزيتي يعني ايه؟ يعني اللزوجه. ها؟ اللزوجه. ايه هي بقى اللزوجه يا ترى؟ اللزوجه لو خلينا نوصف الاكسبيرمنت دي، انا عندي هنا كابيلاري تيوب، دي كابيلاري تيوب يعني انبوبه شعريه رفيعه، وهنا في بار كده ممكن املاه بسائل معين، واشوف السائل ده هيعدي من خلال الكابيلاري تيوب في وقت قد ايه؟ طبعا كل ما زادت اللزوجه يبقى هياخد وقت ايه؟ اطول، وكل ما قلت اللزوجه ياخد وقت اقل. اوكي؟ طب هنا ايه اللزوجه يا ترى؟ احنا ساعات بنقيس لزوجه الدم. ليه؟ عشان ايه؟ لان له علاقه بيها. لزوجه الدم لو زادت يحصل ايه يا ترى؟ تفتكروا؟ الهيبرتنشن عشان يزيد ضغط الدم. يزيد ضغط الدم، لو زادت لزوجه الدم على طول هيزيد ضغط الدم. فاحنا بنحافظ على الدم بتاعنا في لزوجه معينه، درجه معينه من اللزوجه اللي هي بتحافظ على الضغط بدرجه معينه. اوكي؟ ودايما احنا اللي يهمنا مش نقيس القيمة المطلقة للزوجة، لا احنا بنقيس اللزوجة بالنسبة للمية. يعني ايه؟ يعني الجهاز اللي انا قلت عليه ده حملاه الأول بمية وأخلي المية تعدي منه، ها؟ حملاه لغاية العلامة دي، وأفتح بقى في هنا تاب، ها؟ نفتحها نلاقي المية نزلت، هتاخد وقت معين، مش كده؟ نقيس الوقت ده، خدت مثلا دقيقة، أوكي؟ المية اللي موجودة هنا خدت دي عشان تنزل. وبعدين آجي أحط هنا بدل المية أحط بلازما بتاعت مريض مية. ها؟ وأسيب برضه إيه؟ البلازما تنزل. وأشوف هتاخد وقت قد إيه. أوكي؟ طيب تفتكروا البلازما هتاخد وقت أكتر ولا أقل من المية؟ أكتر من المية، ليه؟ لأن لزوجتها أعلى من المية. طب يا ترى لزوجة البلازما سببها إيه؟ بلازما بروتين. بالظبط كده، بلازما بروتين. ها؟ بالاخص لو البروتين كان طويل شويه. ها؟ لو كان مدور لا بيبقى اللزوجه بتاعته اقل، لو كان طويل بيخلي اللزوجه تزيد. لان هي اللزوجه عباره عن ايه؟ هي مقاومه الجسيمات بتاعت السائل انها تعدي من خلال كابيلاري. نتيجه التجاذب بين جسيمات السائل، نتيجه الايه؟ forces of attraction between the particles of the liquid with each other. كل جسيمات السائل عاوزه تمسك مع بعضها صرف النظر عن الاسباب بقى، الاسباب احنا عارفينها قبل كده، وايه كمان؟ ومقاومه جسيمات السائل انها تعدي من خلال التيوب نتيجه التجاذب بينها وبين سطح التيوب. اوكي؟ فبلاقي ان البلازما قد الميه مرتين. تاخد ضعف الوقت عشان تعدي. طب الهول بلاد يا ترى ياخد قد ايه عشان يعدي؟ من 3 الى 4 امتار. ليه يا ترى الهول بلاد الفيسكوزيتي بتاعه اعلى من البلازما كمان؟ نتيجه ايه؟ عشان الار بي سيز ريد بلاد سيلز، انا عندي مليونز اوف ريد سيلز بير مايكرو بير مايكرو ليتر، او كيوبيك مليمتر، مليونز اوف ريد بلاد سيلز، فدول بيزودوا الفيسكوزيتي. كل ما كان في جسيمات اكبر كل ما زادت الفيسكوزيتي. فالهول بلاد من 3 الى 4 امثال الميه، البلازما ضعف الميه. اوكي؟ طيب نتوقع لو واحد عنده زياده في عدد الريد سيلز اللي عنده، عدد زياده بديله بدل ما النورمال، والنورمال قد ايه عدد الريد سيلز؟ يعني كده رقم يكون من 4 ل 5 مليون بير كيوبيك مليمتر او مايكرو ليتر. اوكي؟ في بعض الناس بتوصل الى اعداد كبيره جدا. ها؟ 6 مليون 7 مليون بدل من 4 ل 5. اوكي؟ طب تفتكروا ده يؤدي الى ايه؟ يزيد الفيسكوزيتي على طول، الفيسكوزيتي بتاعت الدم هتزيد. طب وده نوع ايه؟ ايوه يعمل هايبرتنشن. بالظبط كده. ها؟ زياده الريد سيلز عن اللازم بنسميه بوليسايتيميا. بوليسايتيميا يعني زياده الريد بلاد سيلز. والبوليسايتيميا بتعمل هايبرتنشن. تعمل هايبرتنشن. اوكي؟ برضه حالات السبيروسايتوسس، معرفش خدتوها في الفيزيولوجي ولا لا. عارفين الريد سيل شكلها ايه نورمالي؟ هي طبعا دي
دمبل شيب بس في نفس الوقت ايه لو بص عليها من الجنب الاقيها باي كونكيف دمبل شيب باي كونكيف كونكيف من فوق كونكيف من تحت اوكي انا رايت هاند شيب السفيروسايتوزس يعني ايه بدل ما هي باي كونكيف لا تبقى راذر ستريت خلاص طب ده يؤدي لايه يزود الفيسكوزيتي بتاعت الدم وبالتالي ممكن برضه يساعد على حدوث هايبرتنشن اوكي كمان البلازما بروتين بالاخص نوع من الاميونوجلوبولينز اللي هي الاجسام المضاده اسمه اي جي ام اميونوجلوبولين ام او اي جي ام ده نوع من البلازما بروتين نوع من الاميونوجلوبولين لو شفنا عامه الاميونوجلوبولينز لما بتزيد بتعمل هايبرتنشن ليه؟ لانها بتزود الفيسكوزيتي بتاع البلازما وبالتالي الهول بلاد فيسكوزيتي بتزيد وبالتالي بيبقى الشخص ده معرض على طول لحدوث الهايبرتنشن يبقى دي اهميه الفيسكوزيتي ها الفيسكوزيتي وذا بلاد وذا بلازما مهمين جدا لان في امراض في الدم او البلازما تؤدي الى زياده الضغط فاللي عنده زياده ضغط لازم ندور على حاجتين مبدئيتين شوف عدد الاحساس اللي عنده ايه ضغط يعني نعمل له بلاد كاونت ونقيس البلازما بروتين ها لو لقينا بلازما بروتين زايده ندور على السبب بقى في اسباب هنعرفها بعدين بنسود البلازما بروتين بالاخص الاميونوجلوبولينز ودول بيعملوا زياده في الفيسكوزيتي ويعملوا بالتالي هايبرتكشن. دول حاجتين مبدئيتين نعملهم في اي واحد هايبرتكشن. عنده زياده في ضغط الدم. طيب ننتقل الى بروبرتي اخرى اللي هي ادسوربشن. ادسوربشن. ايه هو الادسوربشن يعني ايه؟ يعني الالتصاق السطحي. ها؟ يعني ايه بقى الالتصاق السطحي؟ لو عندي بارتكلز صغيره ولزق على السطح بتاعها بارتكلز اخرى جسيمات اخرى ده بنسميه ادسوربشن ها يعني فيز ادهيرنس يعني ادهيرنس يعني ايه يعني التصاق ادهيرنس اوف سمول بارتكلز جسيمات صغيره اون ذا سيرفيس اوف لارجر بارتكلز اوكي اللارجر بارتكل ده اللي هيلزق عليه الجسيمات الصغيره بنسميه ادسوربنت الادسوربنت هو اللارجر بارتكل اللي لازق عليه الابسوربت سبستنس اللي هي السمول بارتكل فهو تاني التصاق بين جسيمات صغيره وجسيمات كبيره طبعا الصغير بيلزق على السطح الكبير هو ده الابسوربت طبعا بتعتمد على مساحه السطح لان ده السطح اللي هيلزق عليه انما كمان في كثير من الاحيان بتعتمد على الشحنات التي يحملها الابسوربت الابسوربت ده لو هيلزق على السطح حاجه ثانيه ممكن يبقى عليه شحنات معينه والشحنات دي بتساعد او تعاكس بارتكلز اخرى انها تلتصق عليها، يعني لو عليها نيجاتيف طبعا يبقى الحاجه البوزيتيف تلزق والنيجاتيف ما تلزقش، بالعكس بالعكس. اوكي؟ طيب عكس الابسوربشن بنسميه ايلوشن. ايلوشن هي عكس الابسوربشن. ها؟ يعني اذا ايه تعريف ايلوشن؟ ان انا اشيل الحاجه اللي لزقت ما يحصلش. خليني اوصف كده تجربه بسيطه خالص. لو جبنا بيكر وحطينا فيه شاركول، شاركول يعني ايه؟ يعني فحم. لان الفحم من الحاجات اللي بتساعد جدا او اللي لها ابسوربنج باور قويه. اوكي؟ وبعدين حطيت عليه محلول من حاجه اسمها ميثيلين بلو، ميثيلين بلو ده ماده ايه؟ زرع. اما لو في الميه يبقى لونه ايه؟ ازرق. طيب انا عندي محلول ميثيلين بلو لونه ازرق طبعا وحطيت عليه شاركول فحم وقلبت كويس قوي. ها؟ قلبت كويس قوي. كويس؟ وبعدين عملت عمليه ترشيح، طبعا الفحم البارتكلز بتاعته كبيره مش هتعدي من ورق الترشيح، تفضل على ورق الترشيح. السائل اللي نازل بقى يا ترى هيبقى لونه ازرق ولا هيفضل اللون الازرق؟ هيفضل اللون الازرق. ليه بقى؟ حسب absorption of methylene blue on the surface of a the charcoal particles. جسيمات الفحم هتاخد على سطحها الميثيلين بلو. يبقى كده دي تيبيكال اكزامبل على absorption. اوكي؟ طيب لو جبنا الشاركول ده طبعا هو لونه اسود مش كده؟ شاركول لونه اسود بس لزق عليه الجسيمات الصغيره اللي هي الميثيلين بلو بس مش باين لونها لان اللون الاسود طاغي خلاص؟ ده معناه ايه الميثيلين بلو؟ لو خدته وحطيت عليه الكحول هيحصل ايه يا ترى؟ الميثيلين بلو هيدوب في الارض ويسيب الشاركول اوكي؟ يعني لو رشحنا بعد كده الاقي الكحول اللي نازل شكله ايه؟ لونه ازرق لانه يحتوي على الميثيل. طب العمليه الاخيره دي نسميها ايه بقى؟ الوجن.
اللوشن هو عكس الابسوربشن. ابسوربشن عندي جسيم كبير لزق عليه جسيمات صغيره. ها اللوشن عكس كده، انا عندي جسيمات صغيره لازقه على سطح جسيمات كبيره وانا شلتها، يبقى ده اسمه اللوشن. والعمليتين دول مهمين جدا في الكروماتوجرافي اللي احنا هنقولها. الابسوربشن والالوشن مهمين جدا لعمليه الايه؟ الكروماتوجرافي. احنا هنقولها في اخر المحاضره ان شاء الله. ننتقل الان الى الكلام عن المحاليل. احنا بنقسم المحاليل. طبعا المحاليل عباره عن خليط من حاجتين، سائل وحجم. اوكي؟ ده عموما ايه هو المحاليل. واحنا بنقسم المحاليل الى ثلاث انواع رئيسيه. في الواقع النوع الثالث ده المفروض نشيله من المحاليل وهنقول حاجه. فبقول تاني في ثلاث انواع، في كريستالوجيك سولوشنز وكولويد سولوشنز وسسبنشنز. يعني ايه كلمه سسبنشن؟ بالعربي يعني معلقه. معلقه. ليه ترى بنسميه معلق؟ ليه بنسميه سسبنشن؟ لان لو سبته يرسب لوحده. عشان كده بقول ده اساسا المفروض ما نعتبروش نوع من انواع المحلول. المفروض النوعين الرئيسيين هم الكريستالويدال والكولويدال سولوشنز. اوكي؟ بالمناسبه الكولويدال سولوشنز اسمها بالعربي المحاليل الغرويه. المحاليل الايه؟ الغرويه دول الكولويدال سولوشنز. اوكي؟ طب ما الكريستالويدال جايه من ايه؟ جايه من كريستالز. ليه؟ لان كان تفرقه رئيسيه بينهم زمان، بس الكلام ده مش صح قوي. ان الكريستالويدز دول زي الصوديوم كلورايد زي اليوريا زي الجلوكوز، اي من دول ممكن اعمل منه احضر منه كريستال. كريستال يعني ايه؟ بلورات. ممكن احضر منه بلورات. انما زمان الكولويدز الكولويد سولوشنز المواد بتاعتها زي ستارش زي البروتينز مش ممكن احضر منها بلورات. اوكي؟ هو ستارش اكيد مش ممكن احضر منه بلورات، ذيس از ترو. انما البروتينز دلوقتي في انواع من البروتينات ممكن احضر منها بلورات. بس ده كان اساس التقسيم، خلاص سيبنا من الاساس. احنا هنسمي نوع كريستالويدر ونوع كولويدر ونوع تاني اسمه سسبنشن يعني معلق. اوكي؟ ايه امثله الكريستالويدر؟ زي صوديوم كلورايد زي يوريا زي الجلوكوز، اما ادوهم في ميه يعملوا كريستالويدر سولوشن. زي ايه كولويدر سولوشن؟ زي ستارش اللي هو النشا او البروتينات، اما ادوها في ميه تعمل لي كولويدر سولوشن. امال ايه مثال على سسبنشن معلق؟ زي الشاركول اللي انا اتكلمت عنه من شويه. الشاركول ده البارتكلز بتاعته كبيره قوي. في الميه بتعمل معلق، اما ساعتها هيحصل ايه؟ الشاركول ينزل يترسب لوحده. كذلك الريد سيلز اللي موجوده في الدم تعتبر نوع من السسبنشن. لان لو اجيب انا عقوبه كده واحط فيها انتي كواجيلانت، يعني ايه انتي كواجيلانت؟ حاجه تمنع التجلط، وحطيت عليها عين الدم وقلبتها كويس، الدم كده مش هيتجلط، وسبتها يحصل ايه؟ الريد سيلز تنزل، عليها تنزل. ومعدل هبوط الريد سيلز مهم جدا بنقيسه، بنسميه ايه ترى؟ سيدمنتيشن ريت. سيدمنتيشن ريت ده مهم جدا في الروماتيك ديزيز. قياس السيدمنتيشن ريت مهم في ايه؟ الروماتيك ديزيز. اوكي؟ فالريد سيلز في الرد تعتبر معلق، شاركول في الميه يعتبر معلق. ايه الفرق الرئيسي بين الثلاث انواع؟ حجم الديزولف بارتكلز. ديامتر يعني ايه؟ قطر. ديامتر يعني قطر. قطر البارتكلز اللي دايبه في الميه، اللي دايبه في المحلول. لو كان القطر قليل قوي، يعني ايه قليل قوي؟ يعني اقل من 1 نانومتر، ده بيعمل لي على طول كريستالوجر سولوشن. الجلوكوز مولكيول، اليوريا مولكيول، الصوديوم ايونز والكلورايد ايونز، كل دول الدايمتر بتاعهم صغير جدا اقل من 1 ايه؟ نانومتر. ويعني ايه نانومتر؟ 10 to the power minus 9 over 10 او 1 over 10 to the power 9. 1 على 10 اس 9 من المتر طبعا، من ده النانومتر، لان نانو معناها ايه؟ 1 على 1000 مليون، 1 على 10 اس 9. اوكي، لو كان البارتكل الاكبر بقى يتراوح من 1 الى 200 نانومتر، ده يعمل لي كولايدر سولوشن. ليه؟ ستارش ده مولكيول كبير، بروتين مولكيول كبير، مولكيولار ريت از هاي. المولكيول عالي، كل مولكيول كبير جدا في الحجم، وبالتالي في الاخر هلاقي الدايمتر بتاعه يا
يتراوح من 1 الى 200 نانومتر، وبالتالي اما ادوبه في الميه يعمل لي كولايدر سولوشن. اوكي؟ السسبنشن بقى اكثر من الاثنين. يبقى اذا هو الدايمتر اللي هو قطر البارتكلز المذابه هي اللي بيحدد هل هو كريستالويدر ولا كولايدر ولا سسبنشن. اقل من 1 يبقى كريستالويدر، من 1 ل 200 يبقى كولايدر، اكثر من 200 يبقى سسبنشن. هو الدايمتر بتاع ريد ستة قد ايه؟ ايوه في المتوسط 7.2 ايه؟ مايكروميتر، صح؟ مايكروميتر. مايكروميتر يعني ايه؟ يعني واحد على مليون مش واحد على 1000 مليون. ها؟ يعني 7.2 مايكروميتر دول يبقوا كام نانوميتر؟ صعب انا عملت الحكاية صعب قوي يعني. يبقى 7200 بالظبط كده. يبقى ده مثلا بتاع ريسن 7200 نانومتر، يعني اكتر من 200 خلاص يبقى سسبنشن، يبقى سسبنشن. واضح الكلام؟ يبقى ده مثلا بتاع ديزور البارتكلز هو اللي بيحدد نوع المحلول. كريستالايزر اقل من 1، كولايدر 1 ل 200، سسبنشن اكتر من 200. طيب زي ما قلنا في الاول السسبنشن ده انستيبل. قلنا يعني ايه انستيبل؟ يعني يترسب لوحده من غير ما اسيبه كان يترسب. حاول شابول يترسب من تحت ريسيرف تنزل من تحت. ولكن طبعا الكريستالايزر او الكولايزر سلوشن هما الاثنين ستيبل. يعني لو عندي معلول بروتين وسيب وهل بعد شويه الاقي البروتينات نزلت لتحت؟ نو. تفضل دايمه في المحلول ستيبل. اوكي؟ نفس الشيء بالنسبه للصوديوم كلورايد، نفس الشيء اليوريا، نفس الشيء الجلوكوز او اي شوجر اخر. كويس. لو عندي الفلتريشن بتاعك مين من دول يعدي من الفلتر بيبر ومين ما يعديش؟ طبعا حبيت فلتر بيبر فيها كروم صغيره قوي ما بنشوفهاش احنا مش كده؟ وهي دي اللي بتخلي الساعي يعدي، يعني ما هي اللي بتعدي من الفلتر بيبر عشان كروم ضيقه. طب يا ترى كله يعدي من كروم ضيقه؟ بتاعت الفلتر بيبر الكريستالويد يعدي والكولويد يعدي. انما طبعا السسبنشن ما يعديش. عشان كده في التجربه اللي انا شرحتها قلنا جبنا شارفول وحطينا عليه ميثيلين جلو وقلبنا وبعدين رشحنا. الشارفول هينزل تحت؟ لا، يفضل على رايه ترشيح. اللي ينزل تحت الميه وقلنا بتفقد اللون، كان ميثيلين جلو حصل له ايه؟ ادسوربشن على شارفول. اوكي؟ طب امال ايه كلمه الترا فلتريشن؟ الترا فلتريشن الترا يعني بزياده مش كده؟ يعني فلتريشن ثرو سيمي بيرميبل ممبرين. يعني هنا صغرت الايه؟ الخروم اللي موجوده. الفيستا بيبر العاديه خرومها نسبيا كبيره. انما حاجه زي السيلوفين ورق السيلوفان برضه فيه خرومه بس انا ما بشوفهاش طبعا. بس الخروم دي ضيقه قوي، اضيق من الايه؟ من الفيستا بيبر. الخروم الضيقه قوي دي هل تعدي منها الكريستالايز اللي هي اقل من 1 نانومتر؟ ايوه طبعا، لان الخروم هنا اوسع من ال 1 نانومتر. اوكي؟ انما اللي من 1 الى 200 ده ما يعديش. they do not pass. الكولايد ما بتعديش من السيمي بيرمي برين، فعشان كده بقول ايه؟ ما يحصلهاش الترا فلتريشن، ما تعديش من الالترا فلتر، ما تعديش من السيلوفين باك. اوكي؟ طبعا من البديهي اذا كان الكولايد مش هيعدي يبقى السسبنشن الاخر ايه؟ مش هيعدي. اوكي؟ طيب ممكن نزود على الجدول ده، هل ممكن تتشاف البارتكلز دي ولا لا يمكن رؤيتها؟ لو استعملنا الميكروسكوب العادي، الميكروسكوب العادي ممكن اشوف بيه بارتكل حجمه قد ايه؟ لازم يكون اكثر من 200 نانومتر، لازم اكثر من 200. لان حدود الرؤيه بتتحدد بايه؟ ما اعرفش الكلام ده في الفيزيكس زمان ولا لا، هو المفروض الريزولوشن بالظبط كده. الريزولوشن بيعتمد على ايه؟ على الويف لينث اوف لايت يوز. ويف لينث اوف لايت طول موجه الضوء. ايه العلاقه بينهم؟ لازم يكون البارتكل سايز عشان اشوفه كبارتكل كده على بعضه، لازم المسافه بين حافتين تكون اكتر من نص الويف لينث. اكتر من ايه؟ نص طول الموجه بتاعه الضوء اللي انا بستعمله. ال 200 دي اقل من نص طول الموجه. لان طول الموجه قد ايه يا ترى؟ من اول 400 كده
فأفاين ده يعتبر ألتر وايلد، أنا ما أقدرش أستعمله للرغم، ما بشوفكوش. أوكي؟ البلو طبعًا هو أقصر حاجة بعد كده، وده الويف لينث بتاعه إيه بالنسبة لـ 400 أكتر من 400. أوكي؟ فإذا الحاجات اللي هي أوكولودا سمايز من واحد من اثنين ما أقدرش أشوفها بالنورمال مايكروسكوب، بالأوردينري لايت مايكروسكوب. اللي هو الميكروسكوب الضوئي. هو في ميكروسكوب اخر غير الميكروسكوب الضوئي؟ في الالكترو مايكروسكوب ده بقى الويف لينث بتاعته اقصر، مش كده؟ عشان كده ممكن اشوف بيه بارتكلز اصغر. انا ممكن اشوف الكولودال بارتكلز باي ذا الكترو مايكروسكوب، انما ما اقدرش اشوفها باي ذا لايت مايكروسكوب. الكترو مايكروسكوب ممكن اشوفها، لان الويف لينث في الالكترو مايكروسكوب اقصر من الويف لينث اللايت. اوكي؟ طبعا السسبنشن يتشاف جدا بالميكروسكوب، ما احنا بنشوف الريد سيلز بتاع الميكروسكوب، مش كده؟ وممكن نشوف الشابور بارتكلز. الاكثر من 200 ده كله يتشاف بالميكروسكوب العادي. الكولايدر يتشاف بالايه؟ بالالكترو مايكروسكوب. والكريستالويدر لا يرى. اي ميكروسكوب مش ممكن نشوفه، ولا الكترو مايكروسكوب طبعا ولا لايت مايكروسكوب. طيب احنا هنركز الكلام في الواقع عن الكولايدر سولوشنز. دول لهم بروبرتيز خاصة و يعني تلزم ان احنا نتكلم عنها. اكيد بنشوف الصورة. الكولايدر سولوشنز ساعات بنسميهم كولايدز. والكولايدز في منهم نوعين، ايمولسايدز وسسبنسايدز. ايه الفرق يا ترى بين الاثنين؟ اولا ايه مثال على ايمولسايد؟ لانهم الكولايد ما تنساش، زي ستارش وزي بروتينز. دول لما تدوبهم في المية تعمل لي ايمولسايد. ايه مثال على سسبنسايد؟ ما يهمنيش قوي الحقيقه. الفرق هيدروكسايد ممكن احضر منه سسبنسايد، والجولد ممكن اجزاه تجزيء دقيق وبنسميه كولويدال جولد. اوكي؟ وده الاثنين دول بيعملوا سسبنسايد. وعاوزكم ما تلخبطوش بين سسبنسايد وسسبنشن، خدوا بالكم. في فرق بين سسبنسايد وسسبنشن، ايه الفرق؟ السسبنسايد ده نوع من ايه؟ من الكولايد، يعني الدمج بتاعه ايه؟ واحد من 200، انما السسبنشن ده حاجه ثانيه خالص، ده اكثر من 200. فالسسبنسايد ثاني نوع من الكولايد، ملوش علاقه بالسسبنشن، ده اصغر بكثير من السسبنشن. اوكي، ايه الفرق الرئيسي بين الايمولسايد والسسبنسايد؟ ان الايمولسايد عليه تشارجز اكثر، وبالتالي بيبقى حوالين البارتكلز بتاعته فيلم اوف ووتر، حوالين طبقه من الميه. ده نفرض ده يمثل كولويدال بارتكل، يمثل ايمولسايد. الايمولسايد زي ما بقول حواليه شحنات، وحواليه كمان شحنات كتير طبعا، وحواليه كمان طبقه من الميه بتحيط بيه. اوكي؟ طيب بالنسبه ده الايمولسايد. أو ده هو السسبنسايد، أو ده يمثل السسبنسايد، مجرد إن إحنا شلنا طبقة المية اللي حواليه. إنما عادة السسبنسايد اللي هو في الأصل السسبنسايد، مش هو كان إيمولسايد وحولته للسسبنسايد بإن أنا شلت المية اللي حواليه. السسبنسايد من نفسه زي الكولايدر جولد قلنا، وزي السبيشال فيريك هيدروكسايد اللي بنحضره بطريقة خاصة جدا، دول عليهم شحنات أقل بكثير، وبالتالي مفيش طبقة مية حواليهم زي حالة الإيمولسايد. الطبقة اللي بره دي عبارة عن طبقة مية. في المبوط طبقة من المية حوالين الإيمولسايد بره. أوكي؟ بقول ده يرجع ليه؟ إن أساساً الإيمولسايد حواليه شحنات كتير، فبيلتزم المية حواليه، في حين إن السسبنسايد من الأول شحناته قليلة، عشان كده مفيش طبقة مية حواليه. طيب مين أسهل يا ترى في الترسيب؟ الإيمولسايد ولا السسبنسايد؟ السسبنسايد أسهل. ليه؟ لأن إيه العامل اللي بيحافظ عليه في المحلول؟ اللي بيحافظ عليه في المحلول هو الشحنات وبس. مفيش طبقة مية بتحميه. إنما الإيمولسايد في طبقة مية. يعني عشان أرسم إيمولسايد لازم أعمل إيه؟ لازم أشيل طبقة المية، أعمل ديهايدريشن، وبعدين أشيل الشحنات. ودي ممكن أعملها بعدة طرق. ممكن نشيل المية مثلا باي ادينج الكهول، لأن الكهول هياخد المية من حواليه. وبعدين اشيل الشحنات باضافه محلول ملح. صوديوم كلورايد مثلا، الكلورايد نيجاتيف وهنا في بوزيتيف، بيتعاملوا مع بعض، يبقى حصل ديسشارج. كلمه ديسشارج يعني ايه؟ يعني شلنا الشحنات. شلنا الشحنات. اوكي؟ حصل ديسشارج يبقى شحنا الشحنات. يبقى الاول شلنا طبقه الميه دي هايدريشن، وبعدين شلنا
فبالاخر حصل ايه؟ بريسيبيتيشن. اوكي؟ الخطوتين دول ممكن نعملهم بحاجه واحده. باي كونسنتريتد سولت سولوشن. باي كونسنتريتد سولت سولوشن. محلول محلول ملح او يعني احد انواع الاملاح، هنعرف بعدين ازاي. ومركز. مركز. ليه بقى بقول مركز؟ لان المركز يعمل لي اوزموتيك باور وبيسحب الميه من حوالين بارتكلز. اوكي؟ وكونه الكترولايت يشيل الشحنات اللي فاذا كونسنتريتد صوت هيعمل العمليتين، بحيث ان هو كونسنتريتد بيشيل طبقه الميه، وحيث ان هو ملح هيشيل الشحنات اللي موجوده حواليه، يبقى كده حصل بريسيبيتيشن. السسبنسوري ده هنشيل الشحنات بس خلاص هيتفصل. عاده كمان اما برسم الايموسوري لو اشيل الملح اللي هو رسمه ممكن ارجع لون تاني. لما لو كان الاول هو سسبنسوري ورسمته ما اقدرش ارجع لون. لو عندي كلور كولايدر جولد ورسمته او كولايدر تريك هيدروكسايد ورسمته بعد الترسيم مش ممكن ادوته خلاص. ها؟ انما لو عندي ستارش وعملت له كده دي هايدريشن وديسشارج ورسمته ممكن يرجع يدوب تاني لو اشيل العوامل اللي عملت دي هايدريشن وديسشارج. اوكي؟ طيب قبل ما نكمل في زي اللي هو هيعرض عليك كده موضوع عارف وبعدين هنكمل فاضل كلمتين صغيرين عشان نخلص الفيزيكال النهارده ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. لو طبعا الدكتور رشيد هو سلام عندي الكلمه ديت. وبعدين احنا بنعمل ان شاء الله باب قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ان شاء الله اسره النور هتعمل حمله تدي فعاليتها الاسبوع القادم باسم مع مبني مصر. الحمله ديت هيبقى فيها كذا فعاليه تبتدي الاسبوع الجاي. اول فعاليه تبقى يوم الاثنين ان شاء الله، تبقى زياره لدار الايتام. هيبقى في فعاليه ثانيه ان احنا نجمع تبرعات نشتري بيها جهاز هيموداياليسيس للقصر العيني. هتلاقوا صناديق التبرعات موجوده في القصر العيني في الساحه وجنبيها البنرات اللي دي تبع الحمله بتاعت مع مبني مصر. ان شاء الله يبقى في برضه ندوتين، ندوه تنميه بشريه جاي فيها احسن مدرب على مستوى مصر سنه 2010 واخد مركز احسن مدرب على سنه 2010. هيبقى الندوه ديت ان شاء الله يوم الثلاث. في ندوه برضه لا المواد المدرج باذن الله ان شاء الله وانتوا طالعين هتستلموا استمارات اللي عايز يشترك في الحمله، وهنعلن ان شاء الله وهنعلق بلد اي مدرج بالظبط اللي هلاقيه فاضي في الوقت المتاح ان شاء الله. بس هي هتبقى يوم الثلاث وهنعلق وتبقى واضحه ان شاء الله. اي حد هيبقى استماره ان شاء الله يجي له رساله على فيسبوك او على الموبايل زي ما هتلاقوا الاستماره ان شاء الله. يبقى في برضه ندوه يوم الخميس ان شاء الله نيجي فيها احد المشايخ الكبار ان شاء الله مدرع كبير او في قاعه المؤتمرات. اخر حاجه يبقى في حمله تبرع الدم برضه تبقى موجوده تبع الحمله ان شاء الله كلنا لو شارك فيها. والاستماره ان شاء الله الاسبوع او الخميس، واللي عايز يعمل استماره ويسلمها عند المقر بتاع وسط النور جنب مدرع البيت. شكرا جزيلا على الاختيار. يمكن ان ترى بالميكروسكوب ولا لا يمكن بالميكروسكوب العادي؟ لا يمكن. خلاص؟ تندر عمل ازاي؟ جاب بيكر وحط فيه محلول كولويد وبعدين ده يمثل مايكروسكوب انا ببص من فوق من هنا. طبعا العادي في الميكروسكوب الضوء يجي منين؟ يجي من تحت. ها؟ يجي من تحت عشان ينور السلايد اللي انت بتبص عليها. ابتديت تستعملوا مايكروسكوب في الهيستولوجي ولا لسه؟ نقطة حس كامل ضروري وتفحصوا فيه الشرايح وتشوفوا التركيب بتاعها. اوكي؟ لو انا استعملت الميكروسكوب العادي هل هشوف الكولويدال بارتكلز ولا لا؟ ليه؟ They are submicroscopic اصغر من انهم يروا بالمايكروسكوب.
انما التمر عمل ايه بقى؟ خلى الضوء بدل ما يجي لتحت عشان ينور الحاجه اللي هشوفها، والضوء بتاعي يعدي عندي هنا وشوفه، جاب الضوء من الجنب. ها؟ اللي جاب الضوء من ايه؟ من الجنب. تفتكروا العادي لو ما فيش احنا كلنا البارك، لو ما فيش، ها؟ نشوف ايه؟ بقول تاني انا الميكروسكوب بتاعي كده والضوء جاي من الجنب بدل ما يجي من تحت، طبعا لما يجي الضوء من تحت نشوف الضوء، صح؟ انما لو جه من الجنب يا ترى هتشوف ايه؟ المفروض ما تشوفش حاجه خالص. دارك باك جراوند. ليه؟ لان الضوء نفسه ماشي في هذا الاتجاه وانا اتجاه الرؤيه كده. وعارفين الضوء ده بيمشي في ايه؟ في مسار مستقيم. يبقى مش هشوف حاجه، شيء في دارك فيه. اوكي؟ انما كنت بلاحظ ايه بقى؟ ان لو هنا بدل ما في ميه او ما فيش حاجه، اللي في الحالات دي ما بشوف دارك فيه خالص، ما فيش اي حاجه باينه. لو في هنا كولايدر بارتكلز هيحصل ايه بقى؟ الكولايدر بارتكلز هتعكس الضوء. ها؟ بارتكل تحس هو نسبيا كبير، مش زي الجلوكوز مثلا او الهيدا مولكيول صغير، ده ما يعكسش الضوء. ها؟ لان الحجم بتاعه لا يسمح له ان هو يعكس الضوء. انما ده بارتكل كبير هيعكس الضوء. فيا ترى انا هشوف ايه بقى في الحاله دي؟ هشوف الضوء المنعكس من سطح البارتكل. ها؟ يعني هشوف لايت سبوتس، نقط ضوئيه. هشوف نقط ضوئيه. ده عباره عن ايه؟ انعكاس الضوء من على سطح الكولويدال بارتكلز. ودي اللي سماها تندر افكت. ده تندر عمل كده. مستر براون عمل ايه؟ وصف حركه هذه البارتكلز. او على صح وصف على حركه اللايت سبوتس، النقط الضوئيه. النقط الضوئيه اللي شافها تندر وصفها. براون لقى ايه؟ لا تتحرك. والحركه بتاعتها حركه راندوم، حاجه حركه عشوائيه مش كده ولا ايه؟ ما فيهاش اتجاه معين. الاقي البارتكل عمال ايه؟ يتحرك كده في اتجاهات عشوائيه. هذه الحركه سماها ايه مستر براون؟ سماها باسمه براونيان مومنت. فبراونيان مومنت جايه من اسم الشخص اللي ايه؟ وصف هذه الحركه، حركه براونيان. براونيان كويس. نيجي بقى لخاصيه مهمه جدا اللي هي الداياليسيس. دلوقتي لما يكون الضوء منعكس من على حاجه مش هتشوف الضوء المنعكس؟ نشوف الضوء المنعكس بس ده اللي هتشوفه، مش هتشوف البارتيكل نفسه. انت عشان تشوف البارتيكل نفسه لازم يكون الضوء يمتع زي ما هتشوف في الهيستولوجي ان شاء الله. ها؟ ان الضوء اللي جاي من الجنب ده طبعا الضوء نفسه ما يتشافش. انما لو الضوء انعكس من على سطح حاجه زي المرايه هتلاقي الضوء منعكس. اوكي؟ دي تندر افكت. الضوء ده عباره عن نقطه ضوئيه وبتتحرك. الحركه بتاعتها اسمها ايه؟ براون. فالصفتين الاولانيتين دول لهم علاقه ببعض. ننتقل الى الدايسيس، ودي عمليه مهمه جدا. لو جبت انا سيلوفين باج زي اللي موجود مرسوم عندي هنا، ادي سيلوفين باج. وحطيت فيه محلول بروتين وميه. يعني في هنا ميه، في هنا سائل ميه، ويحتوي على بروتين ويحتوي على جلوكوز. اوكي؟ وحطيت هذه السيروفين باك في كونتينر يحتوي على ميه. يحصل ايه بقى؟ ايه الظواهر اللي ممكن تنتج من ان انا جبت سيمي بيرميبل ميمبرين سيروفين باك وحطيت فيه محلول جلوكوز وبروتين وحطيت ده في سائل مائي ميه بره، يحصل ايه؟ ايه الظواهر اللي ممكن تحصل هنا؟ أول حاجة المية يحصل لها إيه؟ تخش جوه. ليه؟ في إيه بقى؟ مين الظاهرة دي؟ أوزموس. بالظبط كده. لأن جوه في محلول مركز وبره مفيش، يبقى الأوزموس بريشر جوه أعلى من بره، يبقى المية هتخش باي أوزموس. كويس. وات إز؟ الجلوكوز ممكن يخرج بره السيرفين باج ويطلع للمية الخارجية. في حين إن البروتين ما يقدرش. ليه؟ عشان حجم البروتين كبير والبول الفتحات اللي موجودة في السيلوفين لا تسمح للبروتين يعدي. إنما تسمح للجلوكوز إنه يعدي لأنه مفيش ثمرة. كويس؟ طيب إذا دي طريقة إن أنا ممكن أتخلص من الجلوكوز أو أي ملح من الأملاح موجودة في هذا المحلول. بإن أنا أحطه حواليه مية وأحسن تبقى مية متجددة. يعني في هنا مصدر المية مستمر والمية بتخرج من الناحية الثانية. ليه يا ترى بقول ما أحسن نخلي المية متجددة؟ عشان الجلوكوز ما يرجعش تاني. بالظبط كده، يبقى يخرج ومفيش مجال انه يرجع تاني. ها؟ يعني طب لو ما خليتش الميه متجدد ده يحصل ايه؟ الجلوكوز يفضل يخرج لغايه ما يبقى تركيز
التركيز جوه زي بره. اما يبقى تركيز الجلوكوز جوه زي بره خلاص. طبعا خروج الجلوكوز لبره دي ظاهره اسمها ايه؟ الديفيوجن بالظبط. يبقى الاوسموسيس ان الماء يخش لجوه، الديفيوجن ان الجلوكوز يطلع بره، والدياليسيس ان البروتين ما يخرجش. فبنقول على البروتين نون دياليزابل. نون دياليزابل. ها؟ انتوا سمعتوا عن الغسيل الكلوي مش كده؟ اه اللي بيعملوه طبعا الناس اللي عندهم فشل كلوي. اللي عنده فشل كلوي قلنا ما بيقدرش يتخلص من كثير من المواد، ودي تشمل مواد حمضيه كثير. عشان كده الناتج بيحصل ايه للشخص ده اللي عنده فشل كلوي؟ اسيدوزيس. ميتابوليك اسيدوزيس مظبوط. طب نعمل له ايه اللي عنده فشل كلوي؟ طبعا حديثا ممكن بنعمل له ايه؟ بنعمل كيدني ترانسبلانتيشن، يعني شيل الكلية بتاعته ما بتشتغلش ونحط له كلية جديدة. بس ده موضوع له مشاكل كتير، بس يعني هي طريقة ومستعملة دلوقتي بتاعته. طيب قبل ما نخترع الترانسبلانتيشن اللي هو نقل الأعضاء ده، نقل الكلية من شخص آخر، وإلى الآن بنستعمل طريقة تانية مش محتاجة بقى نقل أعضاء ولا حاجة، اللي هي رينال دايالسيس. رينال دايالسيس هي الغسيل الكلوي. طب نعمل إيه يا ترى نفتكر في الغسيل الكلوي؟ أنا باخد الدم بتاعه واطلعه بره جسمه واتمرره خلال حاجه زي السيلوفين باج زي دي كده، يبقى الدم بتاع المريض هيبقى موجود هنا. اوكي؟ واحط حواليها هنا ايه بقى؟ سائل يحتوي على املاح بحيث ان الاوسموتيك بريشر يبقى قريب من بعضه. وفي نفس الوقت بقى ايه اللي هيحصل؟ المواد اللي موجوده في دمه واللي هي هو مش قادر يتخلص منها نتيجه الفشل الكلوي يحصل لها ايه؟ تخرج بره السيلوفين باج. لان السائل اللي هحطه حوالين الباب دي سائل متجدد بقى، ها؟ يبقى اي مواد ضاره الكليه مش قادره تتخلص منها هتخرج من السيلوفين باك في حين تظل البروتينات جوه. اوكي؟ طيب يا ترى الطريقه دي الشخص ده هيفقد الجلوكوز بتاعه؟ اه طبعا لو حطينا بره سائل لا يحتوي على الجلوكوز هيفقد الجلوكوز. يبقى الدكتور نعمل ايه بقى؟ نحط ايه في السائل ده ونحط الجلوكوز. خلاص نحط جلوكوز بتركيز عالي بحيث لا الجلوكوز يخرج ولا يخش. عاوز ازود الجلوكوز ممكن والجلوكوز يخش كمان مش مفروض. اوكي؟ انما عادة بنحط تركيزا من الجلوكوز قريبة من التركيز في الدم عشان لا الجلوكوز لا يخرج ولا اعوز ازود السكر ولا ننقصه. اوكي؟ فاذا المواد بقى الضارة هي اللي هتخرج في الحالة دي. طبعا البروتينات بتاعت الدم من نفسها مش هتقدر تخرج. اوكي؟ وبالتدريج بقى هو بيتخلص من المواد الضاره، وبقول ده اللي بنسميه رينال دايالسيس. ها؟ طبعا الكولويد ار نان دايالايزر، يعني ما يعدوش من الدايالسيس باك، دي بنسميها دايالسيس باك. دي بنسميها دايالسيس باك. في حين ان الكريستالايز بتعدي من الدايالسيس باك. اوكي؟ طيب في بروبرتي بعد كده الحقيقه فيها تشابه من اللي فات. فعاوزين ننتبه كويس قوي ايه الفرق بين الاثنين. ايه هي ترى البروبرتي اللي بعديها وشبه اللي فات؟ الترا فلتريشن. يعني ايه الترا فلتريشن بقى؟ برضه هنجيب دايلسيس باك، بس بدل ما نحط حواليها سائل ميه مثلا او ما الى ذلك، هعمل ايه؟ دايلسيس باك دي هحطها على فانل، هحطها على ايه؟ على الامه. يوم يحصل ايه بقى؟ المواد اللي جوه الدايس باج جراها ايه؟ تنزل من الروح زي ما نكون بنعمل فلتريشن بالظبط. زي ما نكون بنعمل فلتريشن، زي عمليه الترشيح العاديه. امال ايه الفرق بين الترشيح العادي ده؟ ان احنا بنستعمل سامي ثيرمي بومبرين دايس باج. ها؟ في الحاله دي بقول كل مكونات السائل اللي موجود هنا هتخرج بره ما عدا طبعا الحاجات الكبيره زي دي هي الالترا فلتريشن. معناها تاني فلتريشن ثرو سيمي ثيرمي بومبرين. طبعا الكولاج ما تقدرش تعدي، البروتين تفضل جوه، الميه والجلوكوز يتطور بعمليه الفلتريشن. يبقى في الملخص ايه الفرق بين الدايالسيس والالتر فلتريشن؟ ان في الدايالسيس في حاجه حوالين السيلوفين باك، الدايالسيس باك حواليها سائل، فحاجه الدايالسيس حواليها سائل، السائل ده بيعمل ايه؟ بيسمح للكريستالات تخرج بره من خلال السيلوفين باك. اوكي؟ انما الالتر فلتريشن لا، ده انا حاطط السيلوفين باك دي على امه كاني برشح ترشيح عادي، بس بدل ما هو ترشيح ثرو فلتر بيبر ده ترشيح ثرو ايه؟ سامي بيرميبل ميمبرين. ادي الفرق بين الاثنين.
ويدور العمود لازق فيه يدور معاه. يعني العمود ده قابل للدوران عن طريق القوة اللي بينتجها الموتور. كويس؟ العمود الرأسي ده راكب فيه حاجة بنسميها روتر. بنسميه روتر لأن ده هيدور. هيدور مع هذا الأكس. لأن الأكس ده الرأسي ده لو شافت الموتور وبيدور مع الموتور هشبك هنا فيه حاجة كده أفقية. والحاجة الأفقية دي متعلق فيها أنابيب تعليق حر. فري تو موف. يعني إيه فري؟ يعني إيه؟ فريلي موبايل. يعني لما السنتريفيوج يدور والديسك اللي فوق ده يدور الانابيب دي هتدور معاه يوم يحصل لها ايه؟ تتعرض للقوه القطبيه المركزيه. يبقى بدل ما الانبوبه واقفه كده عادي هتبقى هوريزونتال هتبقى افقيه بالشكل ده. ليه؟ بقول هنا معلقه تعليق حر متعلقه بس قابله للحركه. شبكه بس قابله للحركه. فلما يدور السنتريفيوج طب لو الانبوبه دي فيها سائل لما تطلع فوق كده سائل يضيق ولا لا؟ ليه بقى؟ لان قوه الطبل المركزيه زي ما طلب الانبوبه بره هتضرب السائل بره يبقى هيضرب السائل جوه الانبوبه. ودي طريقه في الواقع بتنفصل فيها البلازما عن البلاد سيلز. ها؟ يعني انا عاوز افصل البلازما من الدم عامل ايه؟ اجيب عين الدم وبعدين احط لها حاجه تمنع التجلط وراك خلاص الدم ده مش هيجلط. احطه في السنتريفيوج وادور يحصل ايه؟ السيلز تنزل لتحت والبلازما تبقى على السيرفس. طب ليه السيلز تنزل لتحت والبلازما على السيرفس؟ ليه ليه انتوا ايه؟ سبيسيفيك جرافيك دنسيتي. ها؟ الاتقل ينزل لتحت. ايوه سبيسيفيك جرافيك بتاعت الريد سيلز اعلى من البلازما يبقى الريد سيلز تنزل لتحت. اوكي؟ في ايه يا بنتي؟ بتعادل الجرافيتي؟ ده هي بتعمل قوة جرافيتيشن، بتعمل قوة قابضة مركزية. تعادل الجرافيتي ازاي؟ لا ما تعادلش جرافيتي، مالهاش علاقة بالجرافيتي خالص. ها؟ السنتريفيكال فورس ممكن نقيسها قوتها قد الجرافيتي كم مرة. انما هي ما تسمعيش تقولي عليها بتعادل الجرافيتي، نو. والبالدوران الانابيب تطلع لبره كده بالسنتريفيكال فورس والريد سيل تنزل لتحت. اوكي؟ طب وطبعا الواي سيلز يروحوا فين؟ الواي سيلز يبقوا بين البلازما وبين الريد سيلز. ليه؟ لان هم اخذوا من الريد سيلز واقل من البلازما. والبليت السلام ارشاد كلام التجاري ولا لسه؟ حطوه في المعمل كويس خالص. عشان كده الطبقه اللي هي بين البلازما وبين الريد سيل اللي الاقي لونها ابيض وبنسميها فايت كود. ايه الفايت كود دي؟ دي مجموعه الفايت سنتر بليت. ها؟ او باقي كود. الباقي كود هي الفايت كود هي اللي بتقع بين الريد سيل تحت وبين البلازما على السيرفس. اوكي؟ ده سنتريفيوج عادي. طب لو عندي كولوي وعملت له سنتريفيوج ينزل؟ نو. بارتيكل صغير قوي. السسبنشن ينزل بسهوله. ها؟ امال عشان الكولويد ينزل لازم اعمل ايه؟ استعمل سنتريفيوج سريع جدا جدا جدا. سنتريفيوج العادي سرعته يعني عاده لا تتعدى 5000 لف في الدقيقه. طب والالتر سنتريفيوج بيعدي 100000. طبعا القوه الجرافيتيشنال اللي احنا بنسميها سنتريفيوجال فورس دي بتعتمد على سرعه الدوران. ها؟ هي بتتناسب طرديا مع مربع سرعه الدوران. نكمل المره الجايه ان شاء الله. تدينوا عادي بالتكامل. في ناحيه المواعيد معلش الاسبوع ده هنفضل زي ما احنا الاسبوع الجاي هنبتدي في المواعيد دي. يعني المره الجايه احنا هنفوتها.